في ايدي عسلولو. ايوه امي امي ها ها يا بدي لهلنا سبقناك بالغدا نحن منيح ما استنيتوني امي تغديت احلى غدا انا وعاطف بيه شو اكدت لها عاطف بيه انا بعتك على الشركه شيتنا سابقا امي اجت هيس 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 امي مو طلع عاطف بيك هو مدير الشركه تبعنا سابقا شو هالحكي بعرفه لك شو عرفني ما عرفني ما انا اصلا اللي عرفته على غزاله انا اللي عرفته على غزاله لا مين غزاله لك مرته هلا بتحكي لي بالتفصيل سرقت مملحه عني لك ايه روحي انت وياها على اوضتك هيس عجلي ابو طمزي بعد الاكل الناس شو بتشرب كاسه شاي اجلي خلص جلي والحقني فيها يلا اني سرقت مملحه ايه ابوك يا زفر لشوف هذا عفيف صابه مثل ما صابنا عاطف بيك راح حط له بنته هي اللي شو اسمه ايه اسمه سالي راح حط له اياها طعم على اساس يلزق لا على اساس يجوزه اياها لك ايه المهم عفيف طمس مثل ما انت طمستي انا ما طمست لك انت طمستي ولا ما طمستي المهم الله لا يقيمه اكل خازوق مثلنا يعني عاطف بيك نصب عليه لعفيف عاطف بيك قلعه مثل الكلب يعني مثلنا إيه الله لا يقيمه أمي مو هون القصة إجت سويت لكم شاي كتير طيب بدي بعد شوي لك أنا وصيت أبو طمزي شو اللي جابك أمي ما في فرق مرت عمي بيني وبين أبو طمزي أرجيني عرض كتافي شبك مرت عمي ليشك عم تقلعوني شو القصة عن جد شو القصة فهميني مرت عمي عيب عليك بعدين بحكي لك عن جد بوران شو القصة خلصنا بعدين بحكي لك بوران عيب خلصنا عمرتك شو طفشي؟ مشان هيك بحبها أمي المهم نرجع لحديثنا وعندما حل الصباح لا أمي لما عاطف بيك قريب هالقصة جن جنونه لأنه عفيف تجوز بنته خطيفة وحلف إذا شافه ليقطعه شقف وكباب وتحته بيواز وعاطف بيك حكى لك القصة كلها مين لك ولك رد يردوا عليك البلاطة غزالة بس لا تجيبي سيرة قدام زهرة أمي وين حكت لها؟ عزمتني هو عرف انه عفيف ساكن عنا هون شي لا امي انا ما رضيت احكي له لحتى شاوري بس سمعت لي خبر من غزالي بيطير ضبانات العقل انه يمكن عاطف بيك يتقحط له لانه ما رضيت تتجوز وهي حتى كتب لها حصه ايه غزالي بس مو غزالي لكن اما لساتها بتحبك كتير قدي لا بتحبني ولا شيء ما معي ولا فرنك امي بعدين انت ليش عم تسالي هيك سؤال اه لك بديع اذا احطت لعاطف بيك ليش ما بتسلط محله لك شو هالحكي اللي عم تحكي امي لك طبقها لبين ما يكون الاوان ويزحلق لحاله عاطف بيك ما بقدر امي ما بقدر انا بحبها لزهره بحبها لا تكون حمار اصلا ما انقطع رزقنا الا على وش القرنبيط انا بحبها مين هي اللي بتحبها نزلت القرنبيط